معي عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. سيد مبارك، أهلا بك إلى نشرة الأخبار. طبعا هناك من يقول الحقيقة كاملة وهو يكون بذلك صادقا وناقلا للحقيقة، وهناك من يقول جزء من الحقيقة وفي ذلك ربما تدليس. نقل الحقيقة كاملا هو الصدق، ونقل جزء منها وإخفاء جزء آخر عمدا هذه المشكلة. قناة الجزيرة لعبت دور كبير وبارز في تنفيذ أجندة الحكومة القطرية الداعمة للإرهاب والتطرف، ربما كانت تعتمد في كثير من الأحيان على إظهار جزء من الحقيقة وتضخيمه والإغفال عمدا عن بقية الصورة. حدثنا أكثر عن مواقف أكثر في تعاطي الوسائل الإعلام القطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة القطرية في دعم مواقف الدوحة السياسية تجاه الدول الأخرى المناهضة أيضا للاستقرار وللسلام في تلك الدول والداعم للإرهاب. صحيح، مساء الخير لك ولك المشاهدين. بلا شك الحقيقة أن قناة الجزيرة ومنذ انطلقت عام 1996 من الدوحة، وهي الحقيقة لا تمارس دور الإعلام الحقيقي الذي يتطلب من الإعلام أن يقوم به. هي بالحقيقة كانت يعني توثق ل الخيال وتروج الأكاذيب، ولها الحقيقة تاريخ حافل في هذا المجال، خصوصا منذ أحداث 11 سبتمبر وما صاحبها الحرب الأمريكية على أفغانستان، ثم تخصصها في نشر الخطابات المتلفزة والمصورة المسجلة عبر قناة الجزيرة لزعماء الإرهاب سواء أسامة بن لادن أو أيمن الظواهري أو الملا عمر أو غيرهم من زعماء الإرهاب. كانت الجزيرة هي المتخصص الوحيد في نشر تلك الأفلام، مما الحقيقة ألقى بشكوك في لدى المتلقي العربي، ثم ألقى بنوع من التأكيدات لدى أجهزة الحكم ثم أجهزة المخابرات العربية والأجنبية بوجود أو بضلوع الجزيرة الحقيقة وضلوع الحكومة القطرية في دعم الإرهاب. مارست الجزيرة منذ سنوات وحتى اللحظة وهي تمارس بث الإشاعات ونشر الأكاذيب، بل وتحريض المواطن العربي على أن يخرج ليسقط حكومته ثم لتعم الفوضى وتعم الاضطرابات والقلاقل وسفك الدم العربي في كل مكان. ولعل الحقيقة أن نتذكر أن نشرات أخبار الجزيرة في يوم الخميس التي تسبق غالبا ليلة الجمعة كانت تحاول في صياغة أخبار على تحفيز المواطن العربي البريء لأن يخرج عقب صلاة الجمعة لينتفض ضد حكومتها، التي صورت قناة الجزيرة أنذاك بأن حكومة عدوان سواء في القاهرة أو في كل العواصم العربية. بكل أسف كان المواطن العربي ينجرف وراء تلك المصطلحات التي تتخذها قناة الجزيرة والتي كان ضحيتها المواطن العربي لينزف المواطن العربي الدم ولتعيش مؤقتنا العربية بأكملها الحقيقة من المحيط إلى الخليج في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. كل ذلك الحقيقة بسبب البوق الإعلامي لحكومة قطر قناة الجزيرة التي كانت تنفذ أجندة استخبارية وليست أداء وسيلة إعلامية فقط حتى اللحظة. أردت أن أسألك أنا عن المطلوب للقضاء على مثل هذه الوسائل الإعلامية وأيضا إسكات خطابها الذي يثير ويفرق ولا يجمع. الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع لوزراء الإعلام العرب في القاهرة، اسمح لي، هل الاجتماع يعني خرج بعدد من التوصيات البصير. وكان أيضا هناك يوجد تصور معين لدى وزراء الإعلام العرب بأهمية وقف وسائل الإعلام الهادفة لتضليل الرأي العام وأيضا الداعمة للفوضى وعدم الاستقرار في الدول العربية؟ برأيك هل هذا التوجه الرسمي من وزراء الإعلام العرب يكفي لوقف هذه الممارسات الإعلامية؟ لعلي أحيلك إلى كلمة معالي وزير الإعلام الدكتور عواد العواد ومعالي وزير الإعلام البحريني أيضا في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة. الحقيقة قالوا كلام يعني ينبغي بالفعل تطبيقه حتى ينأى بالمواطن العربي عن ويلات ودهاليز الأجندة الغربية وأجندة الاستخبارات التي تنفذها قناة الجزيرة. المؤكد أن قناة الجزيرة وحتى اللحظة لا يرجى برها، فلذلك يجب بالفعل إغلاق كل الأبواق التي تنفذ السموم وتشيع الفرقة وتشيع الفوضى في الشارع العربي وعلى رأس قناة الجزيرة التي بالفعل ليست وسيلة إعلامية بقدر ما هي أبوق سياسي وتنفذ ملفات الاستخبارات ومعاهد التجسس الأمريكية التي افتتحت فروعها في الدوحة. وحتى اللحظة
وقناة الجزيرة تنفذ ما تريد السياسة القطرية التي تدعمها سنويا بما لا يقل عن مليار دولار تقتطع من جيوب المواطن القطري البسيط ليزف بها لمرتزقة الإعلام التي في قناة الجزيرة وغيرها من القنوات التي من خلال حاولت قطر التلاعب على الاتفاقيات مع العالم العربي عندما أرادوا الضغط عليها لإسكات قناة الجزيرة. افتتحت قطر العديد من القنوات لتكون رديفة أيضا لهذه القناة ولكي تمرر على الدول العربية بأنها غيرت من خطابها وأغلقت الجزيرة مباشر، مصر على سبيل المثال أنذاك. كل الشكر وتقدير لك من الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي.